نحن في هذه الدعوة لا أحد يعني يستطيع لا تنظيم أو فكر يأتي إلى دولة الإمارات ليغير ما في نفوس المواطن الإماراتي من حب وولاء لرئيس الدولة وللدولة، لأن الشعار الذي متعارف عليه لنا جميعا كمواطنين الله ثم الوطن ثم رئيس الدولة. هذه القضية بالنسبة لي أنا كمحامي جاسم النقبي هي قضية قانونية بحتة، ونحن الآن في هذه المحاكمة مستمرين للبحث عن العدالة أيما كانت، ونحن نثق فيها ونثق بعدالة القضاة الموجودين في دولة الإمارات ونزاهتهم من أي ضغوطات. أنا شخصيا حضرت العديد من قضايا أمن الدولة، تحصلت على أحكام براءة، لم يحصل أن تم مضايقتي في أي قضية حصلت على البراءة فيها في قضايا أمن الدولة. نحن في دولة قانون، من الذي أسس هذا القانون؟ هم حكومة الدولة باسم رئيس الدولة باسم الحكام الذين قرروا هذا القانون من دستور ومن ثم من قانون. كلنا في خدمة الدولة كمحامين كأعضاء نيابة كجهات أمنية، كل من يقوم في هذه القضية هو لخدمة الدولة وأمن الدولة. إذا جئنا لتعريف أمن الدولة هو حمايتها من كل المخاطر، فكلنا رجال أمن الدولة في هذه الدولة. الإعلام المكتوب يجب أن يكون أن يكتب بقلم رصاص حتى يستطيع الكاتب إذا تبين له الخطأ أن يمسح ويكتب الخطأ بكل حق دون خوف. بعض الجهات الإعلامية قد كتبت بأن الإدانة واضحة، وقد وضعت نفسها موضع القضاء في إدانة هؤلاء المتهمين، ونحن نعلم أن الأصل في الإنسان البراءة وأن المتهم بريء حتى تثبت عنه. فهذا الشيء اللي نحن نلتمسه من الإعلام أن يكون إعلام واضح وصريح. هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي فلاح قاضي حكيم في إدارة الجلسة، والله لا نثني عليه رغبة في شيء، ولكن هذه الحقيقة اللي أنا أستشعرها كمحامي. أتكلم عن نفسي دائما ولا أتكلم عن الآخرين ولا أعرف ما بخفايا الآخرين، ولكنني أنا استحصلت بطلباتي لأن أجد أن طلباتي كانت قانونية، واستجابت المحكمة في كل الجلسات للطلبات التي قدمت بطلبها. بالنسبة لي أنا طلبت شهود الإثبات، كانت استجابت شهود النفي استجابت. في جلسة اليوم كان متوقع أن تكون جلسة قصيرة لسبب أن نحن في انتظار تقارير فنية، انتظار التقارير الفنية لم تصل، في طلبات استمهال من لجنة الخبراء ومن المختبر الجنائي في دبي. رسالتي للشباب الصغار أن يتحوطوا من أي دخيل خارجي. نحن سبحان الله يعني نحن سمعنا عن كلمة الربيع العربي، ولكن تأكد أن الربيع العربي إذا وصل إلى حدود دولة الإمارات فهو صيف، لأننا نحن في ربيع دائم. نحن الحمد لله كولاء وحب للمغفور له بإذن الله الرجل الذي كون هذه الدولة وأنشأها الشيخ زايد بن سلطان، وموصولا الحب لصاحب السمو الشيخ خليفة. هذا ليس بكلام جاسم النقبي وحده، ولكن كلام كل مواطن على هذه الدولة وكل مقيم. نحن في دولة نبحث عن الأمان، وما زلنا نبحث عن الأمان الداخلي والأمان الموجود فينا. نحن عشنا أكثر من 40 سنة، ولادتنا مع ولادة الدولة، والحمد لله ستستمر هذه الدولة رغم أنف الآخرين. إماراتي
إماراتي أنا والله من ساسي إلى راسي، أحب الخير حق أرضي وأذكرها في عباراتي، أحب أرسم لها صورة أعبر فيها بإحساسي، فخر إني أحب الشيخ وإن خليفة في ذاتي، وإن خليفة في ذاتي.